هي مش مشاركة، أنا جيت بس أسمعها لأن أنا بحبها جدا جدا، وأنا كنت بعزف معاها من وأنا صغير أصلا، فأنا اتبسطت إنها يعني جت مصر وجت أسمع الحفلة زي واحد من الجمهور. أنا لسه جاي، أنا معرفش أي حاجة حصلت، فأنا هخش نسمع بقى وإن شاء الله تطلع حفلة حلوة. أنا بحبها الحقيقة جدا جدا جدا، وعلى المستوى الشخصي فظيعة وفنانة جميلة جدا، والحاجات دي بقى هي حاجات شخصية بينها وبين حد، أنا ما عنديش مشكلة فيها خالص، بس هي فنانة جميلة يعني. أنا هعمل لها لحن إن شاء الله، هعمل لها غنوة، هلحن لها غنوة، يا ريت طبعا، ده أنا يشرفني يعني إن شاء الله. وشوشة، الموقع الفني الأول في مصر. رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل، الإشراف العام أحمد الهوادي. www.washwasha.org